الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد. مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من العاصمة الروسية موسكو. وتقرير للأمم المتحدة يؤكد أن التغيرات المناخية الأخيرة غير مسبوقة وأن دور البشر فيها لا لبس فيه. الثانية عشر ظهراً، العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم، والبداية مع إنجي طهر. أهلاً بك إنجي. أهلاً بك إيمان. أهلاً بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وأكد الرئيس السيسي عبر صفحته على موقع فيسبوك أن هذه المناسبة الجليلة جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بمزيد من الخير والأمن والاستقرار. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه بالعام الهجري الجديد، سائلا الله أن يجعله عام خير وبركة تتحقق فيه الطموحات والتطلعات إلى مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع الشعوب الإسلامية. وبهذه المناسبة بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفارات مصر وقنصلياتها حول العالم. هذا وهنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مؤكدة عبر صفحتها على فيسبوك أن هذه المناسبة تتجلى فيها أنبل المعاني في صدق النية والعزم والتضحية والوفاء للوطن، داعية الله أن يكون هذا العام عام خير وبركة وأمن وسلام على مصر وشعبها وسائر بلاد العالم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل متكاملة الجوانب وليست مقتصرة فقط على الربط والتنقل. توجيه الرئيس السيسي جاء خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير النقل. وفي اجتماع آخر وجه الرئيس باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كل الجوانب. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية، حيث استعرض الفريق كامل الوزير مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط مدينتي العين السخنة والعالمين امتداداً إلى مرسى مطروح مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى، وكذلك جهود الوزارة لتطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، فضلاً عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذي سيجري تطبيقه على الطرق السريعة والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية. كما استعرض السيد وزير النقل المحاور الجديدة المتكاملة على نهر النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بأن تكون منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل متكاملة الجوانب وليست مقتصرة فقط
فقط على الربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحية لكل المواطنين على ضفتي وادي النيل ولتسهيل الحركة المرورية اليومية الكثيفة. كما عرض السيد وزير النقل مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذا الإجراءات الحالية المتخذة لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية بما فيها مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات وفقاً لأحدث النظم العالمية، بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة خاصة في منطقة الصعيد بخط الأقصر السد العالي. كما وجه السيد الرئيس بالاستغلال الأمثل للأصول ومساحات الأراضي التابعة لهيئة النقل العام داخل نطاق القاهرة الكبرى، أخذاً في الاعتبار أن قطاع النقل بكافة مكوناته يشكل إحدى أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة ويمثل عنصراً حيوياً في الحياة اليومية للمواطنين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد عبد المجيد صقر محافظ السويس، ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء مهندس إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، والمهندس وائل عبدو رئيس مجلس إدارة شركة آي بيكون. الاجتماع تناول استعراض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر، حيث تم عرض كافة التفاصيل التقنية الخاصة بتلك التكنولوجيا الجديدة، خاصة من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء، وذلك سعياً للاستفادة من هذه التكنولوجيا في إطار جهود الدولة لحسن إدارة موارد المياه واستغلال أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، سواء لتحلية مياه البحر أو المعالجة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، أخذاً في الاعتبار المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر والتي تعزز من ملائمة استخدامها لهذه التكنولوجيا بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط. الاجتماع شهد أيضاً اطلاع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات التابعة للهيئة الهندسية، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن بعض المشروعات الخاصة بمحافظة السويس لسيما في مجال الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة. هذا وعملت الدولة على إنشاء العديد من المحاور على النيل منذ 2014 وحتى الآن. المزيد في العرض التالي. قدم الرئيس السيسي التحية للبطلة فريال أشرف التي حققت الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو، مؤكدا أنها كانت مصدر سعادة لمصر والمنطقة العربية. وأعلن الرئيس السيسي أنه سيتم إطلاق أسماء فريال وزملائها الفائزين في الأولمبياد أولمبياد طوكيو على بعض المحاور والكباري. اسمحوا لي أن أنا باسمي وباسم كل المصريين، أنتم أدخلتم علينا السعادة والفرحة، مش علي أنا بس أفتكر، على كل الناس. فأنا بشكركم وبشكر جهدكم، وطبعاً إن سمحتي لي أنا أقول وبنتي في ريال ألف مبروك يا جميلة، ألف مبروك، حاجة تفرح وحاجة تشرف. والحقيقة مش بس على مستوى مصر صدقيني، لا والله
أنا أتصور أن حتى على مستوى منطقتنا العربية كلها كان استقبال النجاح ده، اللعبة دي في المستوى ده بالمدينة دي كان طبعا حديث الناس كلها. من أحلى وأحب اللعبات بالنسبة لي شخصيا، ولعبتها من سنة 70، من سنة 70. فأنا اللعبة دي مهتم بيها جدا، وأتمنى أن أنت إن شاء الله لما ترجعي بالسلامة يبقى في اهتمام أكتر من كده من جانبنا. بنشوف الاتحاد بتاعت الفترة اللي جاية، قلت لهم ما تحطوا أسماء أولادنا على رأسهم في ريال على أحد المحاور أو الكبارج الجديدة اللي احنا هنفتتحها، نحط اسمك عليها لأن ده شرف لينا. وأعلن الرئيس السيسي أن افتتاح المدينة الأولمبية سيتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستتضمن جميع الألعاب الجماعية والفردية. خلال الفترة اللي فاتت احنا بذلنا جهد، هل الجهد ده كان كفاية؟ أتصور لا. احنا الأول كنا بنعد منشآت رياضية أولمبية، واحنا يمكن خلال شهور قليلة يمكن على في يعني مع افتتاح العاصمة الجديدة هنكون بنفتتح المدينة الأولمبية الجديدة، ودي حاجة فيها كل الألعاب على أرقى مستوى أولمبي، بدءا من الرماية للفروسية للسباحة للتنس، ده اللي احنا بنعمله. وفي إن شاء الله برضو مدينة أخرى يمكن تكون أقل شوية في مدينة برج العرب على استاد الجيش اللي موجود هناك، والاستاد الصغير اللي احنا عاملينه الألعاب اللي هي الجماعية. تمام. نرجع تاني للموضوع، طبعا احنا افتتحنا يمكن او يمكن وزير الشباب كان من حوالي 6 شهور كده افتتح المدينه الرياضيه بتاعت العاصمه الجديده. مظبوط. وفي وقت جهد بيتبذل لصالح منطقه الاستاد الكامل باعاده صياغه ليها عشان تبقى كيان رياضي متكامل، ونفتحه للناس كمان تعمل بيه. ده كبنيه اساسيه، بالاضافه حجم البنيه الاستادات وال اقدر اقول الملاعب مختلفة على مستوى الجمهورية. طب كل ده هل ده يحقق لنا المطلب بتاعك سواء في الألعاب الجماعية أو في الألعاب الفردية؟ أنا أقدر أقول إن إحنا لسه في بداية الطريق. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بدوي 2021 الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. ونقل رئيس الأركان تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للقائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق محمد زكي أول القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، نقل هذه التحية لمقاتلي الجيش الثاني الميداني لما يبذلوه من جهود ومن تضحيات سواء في المهام التدريبية أو المهام القتالية التي يكلفون بها للقضاء على العناصر الإرهابية وللحفاظ على استقرار الحالة الأمنية بشمال سيناء. كما أشاد رئيس الأركان بمستوى الأداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي. أطلقت قناة أكسترا نيوز مبادرة جديدة لتوثيق ملحمة البناء في مصر تحت عنوان مبادرة ولاد مصر. المبادرة عبارة عن حكايات يرويها عمال البناء والمهندسون المصريون يسطرون بها قصة نجاح مشروعات مصر القومية. ودعت أكسترا نيوز العمال والمهندسين للمشاركة بصورة على صفحة القناة الرسمية من موقع عملهم في حياة كريمة وفي كل مشروع قومي. وجهت وزارة التخطيط بتسريع خطوات تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لإنشاء شبكة ألياف ضوئية لقرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة. وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إنه في إطار الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من حياة كريمة سيتم تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات والمشروعات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية في مجالات تطوير البنية الأساسية، ومنها مشروع توصيل شبكة الاتصالات الأرضية لقرى 52 مركزاً.
وللوقوف على آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة في محافظة الجيزة ينضم إلينا مراسلنا أحمد عبد الرازق. أهلا بك أحمد من الجيزة، حدثنا على كل ما يدور فيما يتعلق بمبادرات حياة كريمة على أرض الواقع، ما الجديد لديك؟ تحياتي لكم إنجي إيمان ولمشاهدي أكسترا نيوز في كل مكان. هذا موقع جديد تضيئه المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمشروعاتها الحيوية لترسم خريطة جديدة لمصر تليق بالجمهورية الجديدة. أقف في قرية الودي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة. مركزي الصف وأطفيح هما المركزين اللذان انضم إلى قائمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة من محافظة الجيزة، وهما يضمان 11 وحدة محلية و42 قرية وأكثر من 90 تابعا، وتخدم أكثر من 1,000,000 مواطن، وبها مشاريع تزيد أو مشروعات تزيد عن 7 مليار جنيه. الموقع الذي نقف فيه هو مجمع للخدمات الحكومية يضم العديد من الخدمات. اسمحوا لي أن نتعرف عن هذا المجمع وعن الخدمات التي يقدمها وعن مدة تنفيذه وعن حجم التنفيذ فيه حتى الآن من خلال هذا اللقاء مع المهندس هاني زكي المسؤول أو المشرف على هذا الموقع. تحياتي ورحب بك على شاشة أكسترا نيوز، وأطلعنا إذا تفضلت عن أهمية هذا المجمع الذي نقف فيه الآن والذي أوشك على الانتهاء. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا عندنا هنا المجمع الخدمي، مجمع قرية الوادي. المجمع دوت عبارة عن مجمع اتنشأ على 450 متر بيضم 3 أدوار. الدور الأول زي ما حضرتك واقف فيه حاليا هو عبارة عن مركز تكنولوجي، وهيبقى فيه شهر عقاري، وهيبقى فيه مكتب تموين ومجلس محلي، وهيبقى فيه مجلس هيبقى فيه الشهر العقاري ودوت احنا حل والسجل المدني ووزارة التضامن، لا مكتب للتضامن، وهيبقى فيه كمان مكتب للبريد. المكاتب دي كلها او الخدمات دي كلها بتبدأ تخدم القرية اللي هي قرية الوادي، وكانت قرية الوادي من القرى المحرومة، كانت القرى المحرومة اللي ما كانش فيها خدمات خالص، وكان المواطن او مواطن القرية عشان يبدأ يتعامل مع يبدأ يعمل خدمة من الخدمات ديت كان بيتوجه لمدينة الصف او يوصل للجيزة، فكان شاق عليه الموضوع دوت، كان بيقطع مسافة ويركب مواصلات ويدفع فلوس علشان يحصل على هذه الخدمة. الخدمة تتوفر له في مكان واحد. المجمع دمت مجمع كل الخدمات دي هتبقى في مجمع واحد، فيبدأ المجمع دوت يقدم له الخدمة ديت. لا. طيب ايه تاني يا باشمهندس غير مجمع الخدمات الحكوميه اللي احنا واقفين فيه دلوقتي بتنفذه المبادره الرئاسيه حياه كريمه في قريه الودي؟ ما شاء الله حياه كريمه مشروع جميل جدا بصراحه. احنا شغالين فيه في المجمع الخدمي، في مجمع زراعي الكلام الانشاء، وفي وحده اسعاف جنبنا هنا برضو احنا حاليا بنهد فيها ونبدا نطلع بيها. عندنا غير الانشاء عندنا تطوير زي الوحده الصحيه جاي لها تطوير، طبعا هيبقى الموضوع جميل جدا. عندنا مراكز الشباب احلال وتجديد، عندنا 4 مراكز شباب، مركز شباب الوادي، ومركز شباب ابو سنه، مركز شباب الدسمي، مركز شباب عرب الاميري. كل ديت عباره عن مشاريع بتخدم القريه، وخد بالك كمان القريه اللي احنا واقفين فيها لقريه الوادي ما بتخدمش المجمع ده، مش هيخدم قريه الوادي بس، هيخدم اوسكار قريه مجاوره، هيخدم الدسمي قريه مجاوره، فهيبدا ان هو يخدم 3 قرى مجاوره، فاصبح مشروع جميل جدا. وغير كده كمان احنا عندنا مشروع الترع اللي هو ورانا، مشروع الترع دوت هو مشروع تبطين الترع، مشروع برضو ضمن المبادره، وهيخدم المزارعين وهيخدم الفلاحين. عندنا الوحده الزراعيه اللي احنا بنعمل فيها مجمع زراعي، وفيها وحده بيطريه، فكل ده بيخدم المواطنين اللي كانوا محرومين من الخدمات دي. اشكرك شكرا جزيلا مهندس هاني زكي مدير هذا المشروع. اذا مجمع للخدمات الحكوميه، مجمع للخدمات الزراعيه، يقدم خدمات الخاصه بالوحده البيطريه والاسمده وتجميع الالبان وغير ذلك. هناك مشروع ايضا لتبطين الترع، هناك رفع كفاءه وتطوير بعض المنشات او الخدمات التي كانت موجوده من قبل، فضلا عن المشروعات التي يتم انشاؤها ولم تكن موجوده والتي كانت تقدم هذه الخدمات للمواطنين. وكما ذكرنا في رساله سابقه أن هذه الخدمات أو مثلها أو مجمع مثل الذي نقف فيه الآن هو لا يقرب المسافة للمواطن فقط من الحصول على الخدمة، ولكنه أيضا يقربه من الدولة، يشعره بأن هذه الدولة بالفعل ترعاه، ويزيل أو يمحو هذا الإحساس أو الشعور بالاغتراب أو الغربة أو التهميش الذي كان يشعر به المواطن من قبل. بالفعل هذا هو ما تحدثه المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مثل هذه القرى، هذه قرية الودي إحدى القرى التابعة لمركز
مركز الصف، مركز الصف وأطفيح هما المركزين اللذان يتبعان محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية ب 42 قرية ووحدة محلية وأكثر من 90 تابع. هذا هو ما نرصده على مدار اليوم، وأعود إليك مرة أخرى إنجي. شكرا جزيلا لك الزميل أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز من الجيزة، والشكر موصول لضيفك الكريم. وفي نفس السياق توصلت أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية الهوارية في منطقة العمرية غربي الإسكندرية. تم إطلاق قافلة طبية للكشف والعلاج المجاني لأهالي القرية تشمل العديد من التخصصات الطبية، وفي حال حاجة المريض إلى التدخل الجراحي يتم إحالته إلى المستشفيات الحكومية. القوافل العلاجية بتقدم خدمة الكشف والفحص والعلاج مجانا لأهالينا بوحدة طب أسرة الهوارية منطقة العمرية، بالإضافة لخدمة الكشف مجانا احنا بنقدم وحدة التثقيف الصحي، وبنقدم الفحص المبكر لأمراض الضغط والسكر. القافلة بتقام على يومين، النهاردة اليوم الثاني وتجاوزنا 1000 حالة تم فحصهم، وبنشكر كل من بدعمنا في القوافل العلاجية والمناطق الأكثر احتياجا احنا متواجدين فيها. هدفنا كله ان احنا ننور رضا المواطن وتقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري. النهاردة ومبارح كان عندنا قافلة طبية تبع مبادرة حياة كريمة، فعليا اهالي كتير جدا من اهالي العمرية استفادوا منها، سواء كعلاج سواء كخدمات. فعليا القافلة منظمة جدا، كل الدكاترة متعاونين، احنا كوحدة حاولنا ان احنا نقدم الخدمة الممتازة المفروض مطلوبة مننا ان احنا نقدمها. انا احب اشكر سيادة الرئيس جدا على المبادرة دي، لان فعليا ناس كتير كانت استفادت منها. استقبل مطار الغردقة الدولي أولى الرحلات الجوية القادمة من العاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها 300 سائح روسي. هذا ومن المقرر أن يتم تسيير 4 رحلات أسبوعية للشركة الوطنية للطيران مباشرة من موسكو إلى الغردقة، كما سيتم تسيير 3 رحلات أسبوعية مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ، وذلك لاستيعاب الطلب المتوقع من السائحين الروس على المقاصد السياحية المصرية. أكد السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر أن عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري. أوضح نصر في تصريحات له أن المواطن الروسي لديه تطلع شديد للعودة لزيارة مصر باعتبارها المقصد التقليدي والمتميز، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من طلبات الشركات الروسية والمصرية لتسجيل رحلات، كاشفا عن أن السفارة تلقت طلبات من 6 شركات مصرية و29 شركة روسية بخلاف ما تم إقراره. من خلال خطط ومبادرات ترويجية نجحت الدولة المصرية في الحفاظ على معدلات السياحة ودعم القطاع الحيوي والعاملين فيه لتخطي تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على معدلات السياحة حول العالم. منذ اللحظة الأولى وضعت الدولة العديد من الضوابط الاحترازية في الأماكن السياحية والفنادق وأماكن الإقامة، فضلاً عن الإجراءات الصحية في المطارات وتسهيل إجراء التحاليل للمسافرين، إلى جانب الاستعدادات الصحية في المحافظات السياحية المختلفة. وفي خط موازن لذلك اتخذت الدولة إجراءات داعمة للقطاع السياحي نفسه من حيث المؤسسات والمستثمرين وأصحاب الأعمال، وجزء آخر مرتبط بالعمالة والحفاظ عليها خاصة العمالة غير المنتظمة. ومنذ إعادة فتح المجال أمام حركة السياحة الدولية كانت مصر هي الوجهة المفضلة لعدد كبير من الدول، والتي أبدت ثقتها في الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة المصرية. ونتيجة لذلك أعلنت وزارة السياحة والآثار اختيار موقع تريب أدفايزر الذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم 5 مقاصد سياحية مصرية ضمن أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لعام 2021. يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية ومساندة القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع السياحة، عملاً على تحقيق نسب النمو المستهدفة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات جائحة كورونا.
وفي ملف العلاقات المصرية العراقية، أكدت وزارة الري ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مصر والعراق لتحقيق أهداف البلدين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية. وخلال لقائه الوفد المصري الذي زار العراق مطلع الشهر الجاري، أشار محمد عبد العاطي وزير الري إلى قيام مصر بتقديم المشورة الفنية لتنفيذ نظام التنبؤ والإنذار المبكر بالعراق، فضلا عن تنفيذ تجربة رائدة لإنشاء شبكة رصد لحظي لرصد بيانات المياه بأحد المشاريع أو مديريات الموارد المائية بالبلاد. سجلت وزارة الصحة 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسعة وفيات. أكدت وزارة الصحة في بيان خروج 402 من المتعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233,227. أضافت الوزارة أيضاً أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 284,706 حالات، من ضمن هذه الحالات 16,575 حالة توفاة. أعلنت وزارة الصحة استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد جونسون أند جونسون الأمريكي، حيث تم استلام 261,600 جرعة من اللقاح بمطار القاهرة الدولي، مؤكدة استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعاً خلال الفترة القادمة. وأشار بيان للوزارة إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح جونسون أند جونسون سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بلقاحات فيروس كورونا، والتي يبلغ عددها 126 مركزاً موزعة على مستوى محافظات الجمهورية. ولفت البيان إلى أن لقاح جونسون أند جونسون أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط ولا يتطلب جرعات معززة. وزارة الصحة التونسية إنه تم تطعيم أكثر من نصف مليون تونسي في إطار حملة عامة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا. جاء ذلك بعد حصول البلاد على أكثر من 6 ملايين جرعة لقاح من دول غربية وعربية. في سياق ذات، تفقد الرئيس التونسي قيس سعيد مركزا للتطعيم بالتزامن مع انطلاق أول أيام التطعيم المكثف ضد فيروس كورونا، حيث اطلع على سير العمل بالمركز والإجراءات المتخذة لتهيئة أفضل الظروف ضمانا لحسن سير التطعيم. وأثنى الرئيس التونسي على جهود القوات العسكرية والأمنية وكافة القائمين على سير أعمال التلقيح، مشيدا بمساهمتهم في صنع تاريخ جديد للبلاد. وأكد الرئيس التونسي أن تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة، وسيبقى الشعب التونسي مرفوع الرأس أينما حل. انطلق
أطلقت حملة تلقيح مكثفة ضد فيروس كورونا في تونس. تستهدف هذه الحملة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق. وأعلنت السلطات التونسية وصول عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح إلى نحو 120 ألف شخص. جهود واسعة تبذلها السلطات التونسية لمكافحة فيروس كورونا، حيث انطلقت عملية كبرى لتلقيح المواطنين والأجانب المقيمين في البلاد ممن تجاوزوا سن 40. وتستهدف عملية التلقيح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما فيما فوق، وتضم هذه الفئة العمرية أكثر من 3 ملايين تونسية، حيث أقيم 333 مركزاً للتطعيم في المراكز الصحية والمدارس والمعاهد الثانوية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا في كلمة له التونسيين إلى الإقبال بكثافة على عمليات التطعيم، حيث تعود الحياة إلى طبيعتها في جميع القطاعات. وقال سعيد إن فيروس كورونا فقد توازنه وانتشاره في تونس، مثمنا الجهود التي تبذلها الأطقم الطبية والدول الشقيقة التي وقفت إلى جانب تونس في التصدي لهذه الجائحة، إضافة إلى مساندة التونسيين بالخارج. وتوجد لدى تونس حالياً 6 ملايين جرعة من اللقاحات بعدما كانت تعاني أزمة في توفيرها، ومن المنتظر أن تصل البلاد 6 ملايين جرعة أخرى في القريب العاجل حتى يتحقق هدف تطعيم أكثر من نصف التونسيين بمن فيهم طلاب المدارس قبل الخريف القادم. أما فرنسا فقد بدأت اعتبارا من اليوم العمل بالتصريح الصحي بعدما صادق عليه المجلس الدستوري للحد من انتشار فيروس كورونا. وقرر المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال بأن التصريح الصحي إجراء ملزم وضروري، وسيتعين على الفرنسيين أن يبرزوا هذه الوثيقة في كل مكان، في المطاعم ودور السينما إضافة إلى المستشفيات والقطارات. وصل عدد مرضى كورونا في مستشفيات فرنسا ارتفاعه مع إحصاء نحو 8700 حالة إصابة جديدة، في ارتفاع بلغت نسبته 25% في 3 أسابيع، وذلك وفق أرقام رسمية. ومع استقبال 498 مصابا إضافيا خلال 24 ساعة، فإن المستشفيات الفرنسية باتت تستقبل 8685 مريضا مقابل 6922 في يوليو الماضي. أفادت وسائل إعلام بإقالة أكثر من 30 مسؤولا صينيا بسبب فشلهم في الرد بشكل مناسب على أحدث موجة من فيروس كورونا في البلاد. وأوضحت وسائل الإعلام أن من بين الذين تم فصلهم من العمل نائب رئيس بلدية ووهان ورؤساء أحياء بالمدينة ولجان صحية وموظفون في إدارة المستشفيات والمطارات وأقسام السياحة. أعلنت البرازيل تسجيل 399 وفاة وأكثر من 13000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة. وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى أكثر من 563000، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 20,165,000. هذا وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما تحتل المركز الثاني في عدد الوفيات. الآن فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال النشرة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق نظيره العراقي عثمان الغانمي الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه، وذلك لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتي الداخلية في البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي وزير داخلية الجمهورية العراقية الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمني رفيع المستوى لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتي الداخلية في البلدين. وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر مستجدات القضايا الأمنية الإقليمية. كما أعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية ودورها الفعال في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، مشيرا إلى أن زيارته للقاهرة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين الشقيقين، مؤكدا على اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة، فضلا عن تطلعه لتعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية الراهنة التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية بعدد من دول المنطقة. ومن جانبه أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية على أهمية زيارة نظيره العراقي للقاهرة في إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن العراقية في ضوء الروابط المشتركة والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين. كما رحب وزير الداخلية بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب العراقي، انطلاقا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في الدول العربية، ومشددا على حتمية تضافر الجهود العربية والدولية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب والفكر المتطرف في ظل المعطيات والتطورات التي استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية. تبدأ السعودية اليوم قبول طلبات العمرة من الأجانب الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة ستتلقى تدريجيا طلبات العمرة من الخارج بطاقة استيعابية تصل إلى 60,000 معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2,000,000 معتمر شهريا. بعد نحو 18 شهرا من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد، بدأت السلطات السعودية استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 60,000 معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2,000,000 معتمر شهرياً. إصدار تصاريح العمرة يكون من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا وسط تدابير وقائية اتخذتها المملكة العربية السعودية، وعن البروتوكولات الصحية للمعتمرين من داخل المملكة. يكون التحصين شرطا أساسيا لأداء المناسك، ويكون لفئات ثلاث: محصن حاصل على جرعتين من لقاح كورونا، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافي من الإصابة. وبخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة، فيجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب أداء المناسك، مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات والالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول التي ما زال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة مستمرا، وذلك وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة. حذرت الأمم المتحدة من أن الأنشطة البشرية مسؤولة بوضوح عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وأكد خبراء المنظمة الدولية خلال مؤتمر صحفي أن بعض نتائج الاحتباس الحراري بما فيها ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحر لا يمكن التراجع عنها، مؤكدين أن قدرة المحيطات والغابات على امتصاص الكربون تتراجع. أصدرت السلطات اليابانية أوامر بإجلاء حوالي 160,000 شخص في جنوب غرب اليابان بسبب إعصار لوبيت، وتبلغ سرعة رياح الإعصار 108 كيلومترات في الساعة. وحذر الخبراء من تزايد خطر الانهيارات الأرضية والفيضانات.
ومن الكوارث الطبيعية أيضا في اليونان، تكافح السلطات لليوم السابع على التوالي حرائق الغابات الضخمة التي اندلعت في محيط العاصمة أثينا ومناطق أخرى في البلاد. وفي أحدث تطورات الحرائق، ذكرت وكالة رويترز أن النيران اجتاحت إحدى ضواحي أثينا خلال الليلة الماضية، كما لا تزال ألسنة اللهب مشتعلة في مناطق متفرقة من اليونان. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من استخدام العبارات لإجلاء 1153 شخصا من قرية ساحلية ومن شواطئ في جزيرة إيفيا ثاني كبريات الجزر اليونانية. صيف أشبه بكابوس، هكذا وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الوضع في بلاده جراء الحرائق المستعرة التي أتت على مساحات واسعة من الغابة والمنازل. ففي ظل أسوأ موجة حر تجتاح منطقة المتوسط منذ عقود، ومع احتدام حرائق الغابة باليونان، فر آلاف من منازلهم بجزيرة إيفيا اليونانية، في حين استعدت العبارات لمزيد من عملية الإجلاء بعد نقل كثيرين إلى مناطق آمنة بحراً. ورغم أن حدة الحرائق التي كانت تهدد الضواحي الشمالية لأثينا تراجعت في الأيام الأخيرة إلى حد ما، إلا أن حريق إيفيا، وهي جزيرة كبيرة تقع إلى الشرق من العاصمة، سرعان ما انتشر في عدة جهات، وأتت النيران على عشرة الآلاف من الأفدنة في الغابات عبر القطاع الشمالي، مما أجبر السلطات على إخلاء عشرة القرى. ولمواجهة هذا الوضع، نشرت السلطات قوات من الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق، كما أرسلت عدة دول من بينها مصر وفرنسا وسويسرا وإسبانيا مساعدات، منها طائرة إطفاء. كارثة ربطها خبراء بالتغير المناخي، حيث كشفت مسودة تقييم وضعتها الأمم المتحدة أن منطقة المتوسط تعد مركز التغير المناخي، إذ ستشهد موجات حر غير مسبوقة وجفافا وحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة. ويفصل تقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المقرر نشره العام المقبل التداعيات المستقبلية للتلوث الكربوني على المنطقة التي تشهد درجات حرارة تتجاوز المعدلات. وتتوقع المسودة أن ترتفع درجات الحرارة في أنحاء المتوسط أسرع من المعدل العالمي في العقود القادمة. أحيت مدينة ناغازاكي اليابانية ذكرى 76 لإسقاط القنبلة النووية عليها في نهاية الحرب العالمية الثانية. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن المراسم تضمنت دعوة المجتمع الدولي إلى العمل للوصول لعالم خال من الحروب والأسلحة النووية، فيما ساد الصمت المدينة في تمام الساعة 11 صباحا ودقيقتين بالتوقيت المحلي، وهو وقت انفجار القنبلة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 70,000 شخص في عام 1945. مصر مع الإمارات عقد تعاون مشترك لتصنيع سيارات البيك أب إي إم والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين بسواعد مصرية، وذلك كسابقة أولى في مصر.
وقال وزير الإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي إن هذا التعاون يهدف لتوطين صناعة السيارة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. من جانبها أشارت وزيرة التجارة نيفين جامع إلى أن انتهاء إنتاج السيارة محلياً يعد خطوة هامة لتعميق الصناعة الوطنية والتحول نحو الطاقة النظيفة. أعلنت وزارة الإسكان افتتاح المعامل المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم تجهيزها لتصبح أحدث معامل متخصصة وفقا للمواصفات والمعايير المصرية والدولية. وأوضح وزير الإسكان عاصم الجزار أن المعامل تضم نخبة من الكوادر البشرية من الكيميائيين والبيولوجيين على أعلى مستوى علمي وعملي وتدريبي. تتكون المعامل المركزية من 5 معامل فرعية. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تنفيذ الحكومة لنحو 194,200 وحدة سكنية خلال العام المالي 2019-2020. المزيد نتابعه في العرض التالي. أهابت وزارة الداخلية قائد المركبات من مستخدمي طريق القاهرة الإسكندرية العلمين الصحراوي اتجاه مرسى مطروح بالالتزام بالسرعات القانونية المقررة. وأعلنت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدي المركبات المخالفة، وذلك من خلال إدارة حركة المرور على هذه الطرق لتفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة. كما أهابت وزارة الداخلية بمالك المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائد المركبات المخالفة بدون ملصق إلكتروني اعتبارا من الأول من الشهر المقبل. اليوم منافسات الجولة 29 لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يواجه إمبي نظيره سموحة في تمام 7 مساء على استادي بتروسبورت. ويحتل إمبي المركز 7 بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز 6 برصيد 40 نقطة. ويواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في تمام 9 مساء الثلاثاء على ملعب استاد الإسكندرية. ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز، يدخل الزمالك المباراة وهو في المركز 2 برصيد 64 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز 5 ب41 نقطة. في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، تمكن ليل حامل اللقب من تحويل تأخره بهدفين أمام ميتس إلى التعادل ب3 أهداف لكل منهما، كما تعادل نيس مع ضيفه ستاد ريمس سلبيا، واقتنص لوريان التعادل على سانت إتيان ملعب بهدف لكل منهما، وتغلب أنجي خارج أرضه على ستراسبور بهدفين مقابل لا شيء، بينما فاز أولمبيك مارسيليا ب3 أهداف مقابل 2 خارج أرضه على مونبلييه.
ورغم صعوده لدوري الأضواء لأول مرة، بدأ كليمون الموسم بشكل بفوز كبير خارج ملعبه على بوردو بهدف لكل منهما. قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي إن الظهير الأيسر أندي روبرتسون قد يغيب عن مواجهة نوريتش يوم السبت المقبل في أولى مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد إصابته في الكاحل خلال التعادل وديا مع أتلتيك بيلباو. وسيواجه ليفربول فريق أوساسونا الإسباني أيضا في آخر مبارياته الودية قبل بدء الدوري الممتاز على ملعب نوريتش الذي عاد لدوري الأضواء بعد موسم واحد في الدرجة الثانية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب البلاد، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة. ختام النشرة الآن إليكم تذكرة بأهم ما ورد فيها من أنباء. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من العاصمة الروسية موسكو. تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن التغيرات المناخية الأخيرة غير مسبوقة وأن دور البشر فيها لا لبس فيه. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب. قدمنا لكم هذه النشرة زميلة إيمان الحويزي وأنا إنجي طاهر. دمتم في أمان الله.